سي لحبيب، تفضل. سي لحبيب الهرجام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أتمنى لا يحمل كلامي أكثر مما يجب. أنا متألم جدا كالكثير من زملائي الأفاضل من تصريح كل من السيدين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. الأول صرح لوكالة الأنباء رويتر بأنه قلق من تباطؤ المجلس الوطني التأسيسي في إعداد الدستور، فكلمة تباطؤ أضعها بين قوسين ونتفهمها جميعا، وهو بذلك يقف ويدعم جانب المغرضين لهذا المجلس الموقر، رغم أنه يدرك قبل غيره العبء الثقيل الذي نعانيه من ذلك. كتابة الدستور، مراقبة عمل الحكومة، فض مشاكل المواطنين سواء في الجهات أو لدى المؤسسات والوزارات، العمل على رتع المنزلقات التي تتردى فيها من حين إلى آخر بعض الوزارات، أضف إلى ذلك مشاريع القوانين. السيد رئيس الحكومة يعرف هذا، ويعرف أننا من دون دول العالم، نحن أعضاء هذا المجلس مع الناس شكون يساعدنا، ومع الناس المستشارين، ومع الناس الوسائل الكافية للقيام بمهامنا على أحسن وجه. أضف إلى ذلك مشاريع القوانين التي تتهاطل علينا والتي نحن نتدبرها. وفي الواقع من المفروض أن المجلس الوطني هو الذي يوجه بحكم وظيفته اللوم سواء للحكومة أو لرئيس الجمهورية. أما الآن فالآية انقلبت، وهذا يثير العديد من التساؤلات. وليكن في علمه أن المجلس لم يأل جهدا في القيام بواجبه على أكمل الوجوه، وليس أدل على ذلك من أننا إلى هذه الساعة من الليل ونحن نجاب هذه المشاكل ونضع دستور البلاد. بالنسبة لرئيس الجمهورية، نقلة عن إذاعة موزايك، أوجز أرجوك، أوجز. عن إذاعة موزايك وعن الشروق، على الساعة 8:30 صباح هذا اليوم رئيس الجمهورية يقول، نقل عنه أن أحلام الثورة بدأت تتبخر. أنا لا أعلق على هذا إلا بطلبين اثنين. نحن نطالب رئيس الجمهورية بأن يقدم تقريرا في ذلك حسب تحليله ومقترحاته إلى هذا المجلس، لنتدبر الأمر ونرقض أحلام ثورتنا. وشكرا إذا أطلت. بارك الله فيك.